لرسول الله. طبعا النهارده هنحكي في موضوع مهم جدا، موضوع ازاي تسجي الحيوان او ازاي تجرع الحيوان دواء شرب. طبعا في مشاكل كتير بتحصل نتيجه الزجيه الغلط، يعني في كذا حيوان اتعرضنا له ونكتب الدواء الشرب لصاحب الحاله ويروح يسجي الحيوان للاسف بيموت. مجرد ما بيسجي بيطلع الازازه من حنك الحيوان تلاقي الحيوان طب ساكت كده، بيحصل حاجه اسمها الدرينشنج نيمونيا او التهاب الرئه والحاد نتيجه الميه، لان الميه بدل ما تدخل على الكرشه او الدواء او اي نوع من انواع الدواء، اي نوع دواء شرب، بدل ما الدواء بيخش على الكرشه بيدخل على الرئه، فبيعمل اسفيكسيا او موت مفاجئ للحيوان على طول. يعني كتير جدا حصلت معانا والحيوان في 100 وتمام التمام، ويقول يا عم الحاج بسجل الكيس ديت او اكتب له على كيس دواء تروح اشتريه وهات الكيس ده وديه الحيوان، يقول يا دكتور انا زجيتها الكيس والبقره وجعت ماتت. ايه اللي بيحصل؟ زي ما احنا عارفين ان البلعوم ده ممر مشترك في الحلق بتاع الحيوان البلعوم، لما بتيجي تسجي الدواء او الحيوان بيجي ياكل بيحصل ان هو بيقفل الصمام ده بتاع التراقيه او القصبه الهوائيه ويبلع ناحيه الكرشه. لما بيجي ياخد نفسه الصمام بيترد ناحيه الكرشه وبيفتح الممر بتاع الجهاز التنفسي، فطبعا البلعوم ده ممر مشترك للطعام وللهواء. فطبعا انت لما بتيجي بتسجي ما تستعفاش على الحيوان. يعني ما تمسكش اللسان وتطلع، غلط انك انت تطلع اللسان بره على فكره. انت مجرد ما بتحط ايدك على اللسان كده ضغطه خفيفه وتعدي الجزازه ورا حاجه اسمها الترس لينجوي في اللسان، اللي هي الحته الرافعه جوه في اخر اللسان من جوه، هنشوف دلوقتي، تعدي الجزازه وسيبه يبلع براحته باللسان. انما انت لو مسكت اللسان وطلعته بره انت كده يعني بتخلي الحيوان مش عارف يبلع، هو بيبلع بلسانه اصلا. انت لما بتشد لسانه ما بيلحقش يقفل اللي هو الممر او الصمام بتاع الهواء، فبيضطر الميه كلها اسهل لها تروح نازله في القصبه الهوائيه على الرئه، يطب الحيوان ساكت ما لهش دواء، ما لهاش علاج ولا لها اي دواء، اللي هي الدرينشنج نمونيا، خطر جدا. عشان كده اي حد ما يعرفش يسجي الحيوان ما يسجيش، لازم حد يكون عنده خبره، دوسه خفيفه او ضغطه خفيفه على اللسان ويبدا يحط اللسان الجزازه لحد ما توصل ورا التورس لينجوي او حته الرفع بتاع اللسان ديت، والحيوان هتبص تلاقيه بلع براحته خالص. لو الحيوان شاجي اهدى عليه شويه لحد ما ربنا يهديه ويبدا يبلع معاك. هنبدا نشوف كده ازاي نمسك الحيوان وازاي نجرعه، سواء كان على فكره يعني في ناس كتيره بعد ما يسجوا يقول لك يا دكتور الكيس اللي انت اديته لي موت الحيوان، هو مش الكيس، انت لو زجيتها ميه بس من غير دواء خالص وزجيتها غلط ممكن تموت برضه، انما يا بال عليه دواء بقى. فهو مش قصه ان نوع الدواء بيموت، لا، حيوان موقوم عايز تسجيه زيت برافين، حيوان عنده تلبك معه عايز تدي لك سفته وتديه اي حاجات ملينه عشان يبدا يتحرك في الكرشه، حيوان عايز تجرعه ديدان على الريق الصبح، في ادويه كثيره ومستلزمات كثيره بتبقى مطلوب مننا ان انا اجرع الحيوان ده شرب. هنتفرج دلوقتي ونشوف ازاي نسجي الحيوان بطريقه سهله وبسيطه من غير ما نتعب الحيوان ولا نجهد روحنا كمان ان شاء الله. طبعا هو نحط الكمبار، هات الذئب خلي هنا من ناحيتك، بص كده، بص كده، انا اهو حاطط ايدي، نور كشف، حاطط ايدي كده على اللسان، اللسان اهوت. لو انا عايز، طبعا في ناس كتير بتعمل ايه، بتعمل لك كده، تعمل كده وتروح تفك الجزازه كده مره واحده، ده اكبر غلط. فانا اللسان اهو غلط انك انت تطلع بالطريقه دي، انت تسيب اللسان كده اهوت وتهو، شوف بيتحرك تحت ايدك اهو، وتروح حاطط الجزازه بالراحه خالص، يعني لما تعدي الرفع بتاع اللسان تلاقي الحيوان شرب، مش نكش منك ولا حاجه، حيوان بلع 100 اهوت، ولا شنك ولا حاجه. طبعا الحيوان لما بيشنك بيكح، حاول تسيبه بسرعه، لو حصل منك شنجه اثناء الزجيه تسيب الحيوان بسرعه عشان يطلع، يحاول يكح، يطلع الميه او الدواء اكبر كميه تطلع هتلحق الحيوان، انما لو بلع الكميه كلها في الرئه فالحيوان بيموت منك للاسف. فانت بلاش انك انت تطلع الحيوان، تطلع اللسان كله. طبعا اكبر غلط انك انت زي ما قلنا تطلع اللسان بالطريقه ديت، في حته كده في اللسان جوه دي اهي الرفع بتاع اللسان، دي في حته في اللسان هنا اهي، دي شوفين دي اسمها الترس لينجوي،
مجرد انت ما تحط ايدك كده وتدخل الجزازه ورا الترس اللنجوي دي هتبص تلاقي الحيوان ايه بلع بكل سهوله ويسر. برضو في حالات انك تبلع مغناطيس او تبلع برشام او تبلع الحيوان اللي هي الكالسيوم البولس برضو من ورا الحته الارتفاع بتاع اللسان ديت بتيجي معاك الامور سهله تلاقي الحيوان بلع 100%. ان شاء الله نجرب برضو فيها اهو برضو ضغطه خفيفه على اللسان. جرب يا استاذ صبحي. ضغطة كده خفيفة على اللسان اهو. حط الجزازة في الجنب، الجزازة تدخل من الجنب كده اهو ونرفع لفوق. طبعا دي حيوان شاجة اهوت بدلي صعب جدا الحيوان ده، وانا اتعمدت ان انا ازيه برضه عشان اقول لك الحيوان في حيوانات شاجية جدا صعبة وصعبة جدا في الزجية، بس انت بتروح خالص كده اهو اللسان ما طلعش، هي بتبلع براحتها، انت تدوس دوسة خفيفة عشان ما تشيلكش منك، هي بتبلع براحتها خالص. البقرة شربت 100%، مفيش أي مشاكل ولا في أي متعافاش على الحيوان يعني. سيب الحيوان براحته خالص يبلع براحته. إن شاء الله الفيديو الجاي هعرفكم إزاي تعدي الخرطوم داخل حالة الحيوان لحد ما يوصل للكرشة. لو في حالة انتفاخ أو في حالة تلبك معوي جديد بندخل الخرطوم بنحاول يسحب الهواء عشان الحيوان ما يتخلعش. تحياتي لكم جميعا، ويا رب ان شاء الله نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.